اعتقال طالب بعد أن اعتدى على زميلته في جامعة ليونيلز في شيكاغو. وجهت تهمة لطالب هناك بالاعتداء السافر ليعيد تمثيل المشهد من فيلم 50 Shades of Grey. على ما يبدو أن الطالب محمد حسين يحتل مكانا مرموقا في جامعته. التقى بالفتاة الضحية والتي تبلغ 19 عاما في موعد غرامي، إلا أن الأمور خرجت عن نطاق السيطرة عندما طلب محمد من الفتاة أن تخلع صدريتها وسروالها. وقد برر ما فعله لاحقا أنه شاهد مشاهد سينمائية جنسية حامية. لقد شد وساقها على السرير ووضع منديلا في فمها. بدأت الفتاة تتوسل محمد الذي كان يجلدها بحزامه وكان يصفعها كالمجنون بقوة. لم يتوقف إلى أن دخل شريكه في السكن إلى الغرفة. حاول محمد منع زميله من الدخول، إلا أن الضحية أفلتت واستطاعت أن تتواصل مع الشرطة. تم اعتقال محمد في نفس الليلة، وقد اعترف بمحاولة اغتصاب الفتاة والاعتداء عليها، مبررا ذلك بأنهما أرادا إعادة تمثيل مشهد من فيلم 50 Shades of Grey.